الحمد لله بنستعد لافتتاح المساجد. احنا عملنا فكره كويسه ان احنا جبنا لكل مصلي مصلين من اللي هم رواد المسجد الاساسيين ومعروف عددهم بنصلي الخمس فروض مع بعض. طيب هو هياخدها يوديها فين؟ عملنا له بره، هنشوفها ان شاء الله باذن الله تعالى، صندوق كده مقفول ادراج، كل واحد هيبقى معاه مفتاحه ياخد المصلي يحطها في الدرج ويقفل عليها وهو جاي يفتح ويجيبها معاه. وعملنا ده ليه بقى؟ عشان كل واحد يبقى مصليته فقط مكانه. وزي ما انتم شايفين برضه عملنا التباعد هنا وعملنا المربعات الموجوده ديت بحيث ان كل واحد يبقى فيه متر ونص قدامه وشماله ويمينه وخلفه. وبالتالي يعني ده المسافه الامنه اللي بيقولوا عليها. وبحيث ان اي واحد يجي يصلي يحط مصليته في النص. ممكن نعمل حاجه توضيحيه كده هنا دي، يعني ادي اهوت انا اهو هحطها كده وهبقى واقف في النص كده. مسافتي دي كلها كده محدش جنبي خالص. بصلي وبحط وبسجد عليه كده. زي اللي جبناها صغيرة عشان سهل الحمل الشيل معاه. بيخلص وبيحطها فين؟ في قلب المصلي المكان بتاعه. طيب وعملنا برضه حاطين بره الحمد لله بخاخات كبيرة موجود فيها المواد التعقيم بحيث إن احنا نعقم الناس. كان في هنا في المسجد المؤاخذة الحاجات بتاعت الأحذية نحط فيها الأحذية. لا طلعناها بره مش هندخل جوه المسجد الحقيقي. حتى لو انتم شايفين في كولدرات ميه طلعناها بره مش هنشغلها، وجبنا قفل على الحمامات ومش هنشغلها، وخصصنا واحد فقط هو اللي هيتعامل مع الميكروفون وهو اللي هيتعامل مع مفاتيح الكهرباء والمفاتيح كلها، محدش هيلمس حاجه تاني. وانا الناس راقيه وفهمناهم والناس مستعينه ان شاء الله، وهنتوكل على الله ونبدا باذن الله.